ايه؟ I like this baby. I would like to buy it. You accept checks? Yeah, we accept checks, but you have to know this car is nearly about 1 million euros. It's been modified from the previous owner with a lot of features inside. It have a crocodile leather seats, it have a lot of sensors, special brakes, and more and more. Nice, no problem. It's okay. أنت اللي هتمضي له عشيك. أوه طيب، أوكي. مبروك يا حبيبتي، مبروك، مبروك. Congratulations, guys. Thank you, thank you. أنت جايبنا هنا ليه؟ أنا مش فاهمة حاجة. حبيبتي مش شرط تفهمي. بس أنا قلت لك طول ما أنت مع مروان دايما كسبان، اتفرجي كده واستمتعي. ماشي، أدينا بنتفرج. واو، إيه ده؟ إيه اللوحة الجميلة دي؟ يا مساء الخيرات. يا أهلاً وسهلاً. تتكلموا عربي قلبي اتقطع يا جماعة، مش معقول، أنتوا منين؟ مروان أبو العرب من مصر. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. أهلاً يا مدام، أهلاً أهلاً بيكم، نورتوا. شو جاي زيارة ولا جاي تشتري عنا؟ يعني سياحة كده، وبصراحة أنا أول ما بصيت للوحة دي خطفتني. هي اللوحة دي بكام؟ والله هيدي اللوحة زين ما اخترت، أنت مزوقة كتير. هذه اللوحة مش غالية عليك، هذه بمليون يورو. عظيم. لا تستاهل، تستاهل فعلا مليون يورو حبيبي. وانا عنا الاوراق اللي بتثبت ان اللوحه اصليه وملكيتها من اول واحد اشتراها لحد ما وصلت عنا. هذا عظيم، انا هشتريها. بس انا كنت سمعت ان المعرض هنا بياخد يعني يا اما الكاش يا اما بياخد حاجه بنفس ثمن الكاش قصاد اللوحه. اكزاكتلي. لكن ده بيتم في اضيق الحدود، يعني بنبدل لوحه بلوحه. طيب انت منين؟ أنا من لبنان. طيب يعني إحنا عرب زي بعض. ولازم بقى تقدم لنا تسهيلات. إحنا هنبدل اللوحة دي بعربية موديل السنة دي موجودة برا قدام الجاليري، ويا ريت حضرتك تشوفها. هاتي الورق اللي معاكي ده. الورق، هاتي الورق بسرعة. أنا لسه شاريها لصديقتي من فترة قريبة جدا، يا ريت حضرتك تتأكد، ولو ينفع أحب أشتري اللوحة دي. حبيبي انت جاز شريها الحين؟ ايوه ما عنديش مشكله. انت مش لسه قايل حضرتك انا راجل مزواق؟ انا بقدر الفن وعارف ان لوحه زي دي فرصه، لكن العربيات عادي تيجي في اي وقت. شوف حبيبي، انا بدي اعمل 2 اتصال، واحد لصاحب الجاليري عشان اشوف موضوع البدل، وواحد لصاحب الاجانس مال كارما الحلوه عشان نشوف ملكيتها للسياره. تمام، انا ما عنديش اي مشكله، اهم حاجه ان الورق يكون صح. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده بالظبط. شوف خي مروان، مش معنى ان احنا جاليري انك ممكن تنصب علينا. نصب ايه؟ احنا عملنا ايه يعني؟ طب اهدي اهدي بس. احنا عنا امن وعنا سيكيورتي مش موجود في العالم، وعشان هيك كل هذه الحركات مرت علينا. والشيك مال المعرض بتاع السيارات اكيد بدون رصيد، واليوم اجازه رسمي للنيابه والبنوك، عشان كده الهانم السنيوره هتبات في الحبس. انا هبات في الحجز ليه؟ هو احنا عملنا ايه يا مروان؟ وعندي خبر حلو كتير عشانك، الاجانس مال سياره بعت حد ياخد السياره، فبليز give the policeman the key of the car. ماشي اتفضل، بس لعلمك انت هتدفع ثمن كل كلمه انت قلتها عشان انت مش عارف انت بتعامل مين. مروان ده بيقولك ان احنا هنتحجز يومين. ما تقلقيش يا حبيبتي، انا هتصرف معاه. بلاش، ازاي؟ انا هخليهم يدفعوا الثمن. خي مروان، ايه بلا اعتذارنا عن الخطا غير مقصود، الشيك طلع فيه رصيد واحنا اسفين. يعني ايه اسفين؟ انا مش فاهم، يعني انتوا بتعتذروا عن ايه بالظبط؟ انتوا عارفين انتوا عملتوا ايه؟ انتوا ناس اغبياء، مش عارفين تقدروا الموقف اللي انا فيه. لعلمكم انا مش هسكت، انا هروح للسفاره بتاعتي واعمل لكم ازمه دبلوماسيه كبيره جدا. ده غير ان الواقف قدامك ده في بلده راجل اعلامي كبير وعنده محطات فضائيه كتيره جدا، وهشوه لكم منظر الجاليري والبلد دي اللي بتعتمد على السياحه العربيه. ده غير ان انا هرفع عليكم قضيتين، قضيه دوليه وقضيه جوه اليونان. I will sue you 10 مليون يورو. 10 مليون يورو is too much مسيو مروان، واجراءات خروج الهانم بتتم الحين، يعني شويه وهتبقى معاك. يعني ايه البساطه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ انا مش فاهم، واحده سايحه شريفه كبيره جدا في بلدها تيجي تبات في الحجز هنا في بلد غريبه زي دي، تعتبرها ببساطه كده وتعتذر وتقول انا اسف؟ I don't need your car. I want my check now. We are ready to pay any compensation you want, no problem. But the amount you request is too much. We can't. We can pay you only 500,000 euro. واحنا كمان ممكن ندفع زي المصاري هذه. مش عارف انتوا ازاي بتعاملوا السياح البني ادمين اللي بيجوا لكم ويفتحوا لكم بيوتكم بالفلوس اللي بيدفعوها بالطريقه دي، بتعاملوهم بشكل رخيص.
خي مروان حبيبي، نحن بندفع لك 1 مليون هذا عشان نعتذر لك وتبقى راضي عنا. يعني انت تاخد التلات ربع وانا اخد الربع بس؟ مش انا اللي اتحبست واتمرمطت واتبهدلت وانت قاعد هنا بقى عامل لي حفلة وسهران ولا على بالك بأي حاجة خالص؟ هو كده يا حياتي. يعني ايه هو كده؟ اقعدي بس اقعدي اقعدي وانا فاهمك. بص يا روحي، في ناس بيبقى عندها مخ وهي اللي بتخطط، وعادة دول بيبقى ليهم من اي عملية 90%. وفي ناس تانية بيبقوا بهايم ما عندهمش مخ، ودول بس بيبقوا بينفذوا، ودول عادة بيبقى نسبتهم 10%. وانت عشان خاطر روحي وحياتي قلت يبقى لك 25%، يعني انت ليك الربع. ها انا غلطان؟ لا 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 يا حبيبي، يفتح الله، انا عاوزه النص، يا اما هنزل وابلغ البوليس بالحكايه كلها. انا في السليم، انا 100 100. الله، بس شفتي انا صح، انت شكلك من بتوع 10%. Yes. Hello, Mr. Marwan. I have two news for you. One is good and one is bad. Did you get it? Yes, we found one identical to the one you have. It's with the Italian broker. He bought it from an ex-prime minister. What's the bad news? The bad news that he won 2.5 million euro for it, which means 1.5 million euro more than the one you bought. It's too much. But it's okay. Buy it. So you want me to buy it? Okay. We'll buy it right away. At your service all the time. Thank you. Thank you, Mr. Andrew. Goodbye. انت بتعمل ايه من ورايا؟ شغل. شغل يا حياتي. بقول لك ايه؟ سيبك بقى من الخرطة اللي احنا عاملين نقوله ده، وعايزك تخش جوه دلوقتي تاخدي لك دش سخن وتروقي الدماغ كده، وتلبسي فستان متدلع اخر ألاجة، عشان خاطر في راجل خليجي مليونير جاي يقعد معايا والقعدة دي تهمني. يبقى انا النص وانت النص. خلاص بقى، خلاص خلاص، خلصنا الموضوع ده خالص. نصيبي ونصيبك مع بعض، ولو احتجتي حاجه بقولي لي. يوه يلا بقى حبيبي بقى، ظبط ورق العنب، انصرف يا ولد. انت بقى ولد حياتي تتكلمي في ايه بس؟ الله، ما انا فلوسي فلوسي. ده انا امي دايما بتقول لي اللي في ايدك يا ابني دايما مش ليك. الله. الو. جود ايفنينج مستر مروان. I want to inform you that the diamond you ordered came and we are waiting for you to come and pick it up. Which diamond? The diamond that we ordered for you from Italy. Oh, no, thank you. I don't need it anymore. Change your mind? What do you mean you change your mind? We already bought it for you. It's identical to the one you have. It's the same piece. I bought it from you with 1 million. And then I made you buy it with 2.5 million. That's all. What do you mean? Hard luck. Goodbye. Huh? Next time, take care. And take care. And take care. أنا قلتها لكم. يلا، مع السلامة يا معلم. يا أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا فيك. نجوان خطيبتي، الشيخ جاسم من كبار المستثمرين العرب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اليونان نورت يا شيخ جاسم. اليونان منورة بأهلها. وانتوا اهلها. الله يخليك. فزي ما بقول لحضرتك كده، ان الصفقه دي مضمونه 100%. ليه بقى الصفقه دي مضمونه 100%؟ لانه احنا دايما عندنا في مصر ازمه سكر. ايش هالحكي اللي تقوله يا استاذ مروان؟ ازمه سكر في مصر والسكر كله قاعد يرمي. لا 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 لا، بتكلم بجد. اصل بص اقول لحضرتك حاجه، احنا دايما كمصريين متعودين نشرب كوبايه الشاي خفيفه مع سكر زياده، فدايما تلاقي الشاي مرطرط كده والسكر هو اللي فيه مشاكل. حتى انا طلعت في كذا برنامج كده كنت بقول يا جماعه اللي يعمل كوبايه شاي بلاش 4 معالق سكر وخليهم 3، وبدل 3 خليهم 2. لكن تقول ايه بقى، المصريين مزاجهم كده. والله يا مصريين انتوا سكر الدنيا كلها. الله يخليك. انتوا احلى ما في الدنيا مصر وشعب مصر. الله يخليك الله يخليك. بس ايه بقى، لما بتحصل ازمه السكر دي السعر بيزيد الطقطقين او 3 كمان. طيب استاذنك دقيقه واحده. اتفضل اتفضل. والله اذا كنا احنا سكر فانتوا العسل كله. ايه في ايه؟ هو انت جايب الراجل ده هنا ليه؟
مش محترمك، مش شايف ان هو قاعد بيبص لي بصات سخيفه جدا؟ في ايه؟ وطي صوتك يسمعك. بعدين انا اساسا اصطدته لما لقيته بيريل على اول واحده حلو، وبعدين هو فاكر انه هيلدعني على قفايا وياخد تمني، خليه ماشي في سكته، والشاطر اللي يضحك في الاخر ويلدع القرشين. ياه، للدرجه دي انا رخيصه عندك؟ يعني انت قاعد بتلعب بيا وبتتاجر بيا كمان؟ بس يا ستي بس منورنا. بس بقى انت اتجننتي ولا ايه؟ في ايه؟ حاضر. وبعدين وانا قلت في لمس لا سمح الله، ده همس نظرات حاجات كده من تحت لتحت من غير ما اخد بالي منها. بس بقول لك ايه؟ كله الا اللمس. ليه؟ عشان انا راجل شرقي ودمي حامي. دمي حامي قوي. اهدي كده وفكي فكي. حاضر. استاذ مروان. ايوه. صدقني انا حبيتكم حبيتكم وايد. لا ومن اليوم ورايح ان شاء الله بنوقع صفقات وصفقات كبيره علشان انتوا تربحون واحنا نربح. قول ان شاء الله. ان شاء الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله. الله عليك يا شقة. اعوذ بالله. ده راجل سخيف قوي. لا خالص، جاسم ده لطيف جدا جدا. وبعدين انا مش فاهم انت مش مستلطفه ليه؟ عشان معجب بيكي شويه يعني؟ يا ستي لو سخيف فلوسه تشفع له. انا نفسي افهم حاجه، انت بتعمل كل ده ليه؟ ما احنا معانا فلوس قد كده، يعني لو فضلنا بنصرف فيها طول العمر عمرها ما هتخلص. بنلعب بنتسلى بدل القعدة. وبعدين يا حياتي عايزك تعرفي ان الفلوس دي عاملة زي المغناطيس، بتشد اي فلوس تقابلها في طريقها. مروان انا نفسي اقول لك على حاجة. قولي يا حبيبتي. انا ممكن انزل مصر اسبوع واحد بس وارجع على طول. ليه؟ ماما تعبانة جدا وجالها فشل كلوي وخايفة لا يجرى لها حاجة. انت بتقولي ايه؟ اتجننتي؟ انت عرفت من ايه؟ ما انا اتصلت ببابا. يخرب بيت ابوكي! وكلمتي منين؟ من تليفون في الشارع. من تليفون في الشارع ازاي؟ من تليفون في الشارع ازاي ها؟ انا مش قلت لك اول ما نحط رجلينا هنا تنسي مصر بكل اللي فيها؟ ها؟ بس دي ماما وتعبانه جدا والله. بقول لك ايه؟ كون النسوان ده مش هيخش عليا مش عشان شويه هبل تبوظي لي كل اللي انا بعمله. انت من ساعه ما حطيتي رجلك في الطياره وانت امك مش عيانه، امك ماتت. حاضر. هم واهلك كلهم. حاضر حاضر. وانا مش هكرر الكلام اللي انا بقوله ده تاني. اخ جاسم. مروان وين اهي؟ اهو. اهلا وسهلا يا مروان. اسمع، انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي، وانت منحاش من مصر لان عندك قضيه نصب. اسمع، ترجع ال 2 مليون يورو مالوتي ولا خليك جده هامده هني؟ اهدى بس يا شيخ جاسم. وخري انت الثانيه. اهدى اهدى بس يا شيخ. اهدى جاسم. اهدى حرام عليك، كفايه من ساعه ما عرفت موضوع السفينه وغرقها ده وانا بتقطع من جوه. اسمع، انت فاكرني انا اهبل ولا برياله؟ اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب؟ مثل ما قلت لك تدفع لي فلوس ال 2 مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك؟ اهدى بس، اهدى وتعالى اقعد، اهدى. وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده، وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده. بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات، يعني اي حاجه انت هتعملها توصل للامن على طول. اهدى بس، اهدى، اهدى وتعالى اقعد، تعالى اقعد. ما تفهمني ايش تبي تسوي يا علمني. تعال اقعد وانا هعلمك. تعال اقعد يا نجوان. اتفضل اتفضل يا شيخ جاسم. اعمل لنا كاسين بسرعه، خلي الشيخ جاسم يروق. تعال بس تعال. انا عينيا للشيخ جاسم طبعا، بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه. هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجاره. بس بس يا نجوان. لا 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 ما تقوليش كده. مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقه يبقى قلبه ضعيف، ما هو برضه كسبنا واحنا معرفتنا ملايين. انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص. طيب ما تفهمني، فهمني يا فلتة زمانك. مقبولة منك يا شيخ جاسم. عارف تجارة الأفكار دي أنجح تجارة على مستوى العالم. ليه؟ لأنها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا أي حاجة خالص. وبعدين فهمني، مو فاهم شيء أنا. هفهمك، بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. آمين آمين. نور الدنيا كلها يا شيخ. كاسك. شكرا. اتفضل. شكرا. خد يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يلا يلا شط واحد شط واحد. ها بالهنا. الله يهنيك تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا انا